بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين متابعي القناة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا الفيديو الجديد. انطلاق عملية ترميم في ملعب 20 أوت في بلوزداد بالعاصمة. انطلقت منذ أيام قليلة عملية تهيئة وترميم للملعب العتيق في بلوزداد، وهو ملعب 20 أوت، وهذا بعد الأضرار الكبيرة التي تعرض لها الملعب بعد سقوط أحد أعمدة على أحد المدرجات المغطاة. وقد أعطت بلدية بلوزداد الضوء الأخضر لانطلاق عملية الترميم، لكن دون الكشف عن تفاصيل الأشغال وأهم الأماكن التي سيتم ترميمها وصيانتها في الملعب. هذا ما يعني أن الصيانة ستقتصر كالعادة على البريكولاج. وإذا عدنا إلى ملعب 20 أوت، فالملعب يستوعب حوالي 15,000 مقعد، وهو معشوشب اصطناعيا، وتم بناء الملعب منذ الحقبة الاستعمارية. وهناك أقاويل تدور على أن الملعب لن يتم ترميمه بشكل كبير، لأن إدارة شباب بلوزداد وبقيادة شركة مضار اتفقت مع السلطات العليا للبلاد على اختيار ملعب براقي ليكون الملعب الرئيسي لفريق السير بي، وقد أعطت الدولة موافقتها على ذلك. هذا ما يعني أن ملعب 20 أوت سوف يستغني عنه الفريق البلوزدادي في حال جهوزية ملعب براقي الجديد، وستكون شركة مضار هي المكلفة بتسيير الملعب الجديد. أما الملعب القديم وهو 20 أوت فسيكون مخصص لتدريبات الفريق الأول وكذا للفئات الشبانية التي ستستفيد منها في المستقبل. إذن عملية الترميم التي تجرى حاليا هي عبارة عن صيانة دورية وعادية للملعب مثل السنوات التي خلت، ولن يكون هناك أي ترميم شامل لكامل مرافق الملعب، وإنما بعض الترميمات فيما يخص إعادة الإنارة ونفق دخول اللاعبين، إضافة إلى رتوشات في غرف تغيير الملابس. هذا هو الجديد فيما يخص ملعب 20 أوت في العاصمة. في الأخير نتمنى أن تكون عملية الترميم فيما يخص المرافق الخاصة بالجماهير التي هي التي تصنع الفرجة والمتعة في الملعب، وأن يجد المناصر كل الظروف الجيدة أثناء تواجده في الملعب أو أثناء الدخول والخروج من الإستاد. إلى اللقاء.